السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سوف نشرح النشر والتعميل والمتطابقات الهامة. إذا من لديه مشكل مع النشر والتعميل فليتابع الفيديو حتى الأخير. إذا قبل أن نبدأ بالشرح المرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو ووضع جيم للفيديو ووضع أسئلتكم في الأخير ووضع الدروس التي تودون أن نشرحها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله وشكرا. إذا بالنسبة للدرس النشر والتعميل لدينا ما يسمى بالمتطابقات الهامة والنشر العادي. إذا لدينا هنا نشر عادي في هذه الحالتين، وهؤلاء الثلاث هم ما يسمى بالمتطابقات الهامة. إذا هذه الثلاث هما المتطابقات الهامة، أما هذو الجوج فهما نشر عادي. إذا بالنسبة للنشر العادي لدينا مثلا ك عامل لـ A زائد B، هنا في هذه الحالة نحسب ك في A زائد ك في B. إذا نقوم بالنشر ك في A زائد ك في بي، إن كان لدينا ناقص نحسب ك في أ ناقص ك في بي. إذا هنا نحسب ك في أ زائد ك في بي. أما العكس إذا قمنا بجميع العامل المشترك الذي هو ك في هذه الحالة وضع أ زائد بي، هذا يسمى التعميل. إذا من هنا إلى هنا يسمى التعميل، وفي هذا الاتجاه يسمى النشر. إذا الحالة الثانية التي قلنا، إذا كان لدينا في مكان أو زائد عملية الطرح، إذا كانت لدينا عملية الطرح هنا فقط يتغير زائد الموجود هنا إلى ناقص. إذا هذا فيما يخص هذه الحالة. أما في الحالة الثانية إذا كان لدينا أ زائد بي عامل السي ناقص دي، هذه ليست متطابقة هامة لأن هنا الأعداد مختلفة عن الأعداد في القوس الأول، ليس مثل هذه المتطابقة الهامة هنا أ بي هنا أ بي، أما هذه أ زائد بي سي ناقص دي. إذا في هذه الحالة ننشر بهذه الطريقة، نقوم بحساب النشر بأ مثل ما قلنا فعلنا هنا أ في سي ناقص. إذا انتبه للإشارة هنا، سوف نقوم بحساب هنا لدينا زائد عدد موجب في عدد سالب يغني عدد سالب، نقوم بحساب أ ناقص أ في دي. ثم ننتقل للنشر ببي، ننشر ثانية ببي بنفس الطريقة، بي في سي وبي في دي مع التركيز على الإشارة دائما. إذا هنا كيف نحصل على الإشارة؟ إذا هنا إشارة العدد أ موجب لأنه ليس هناك إشارة، نفس الشيء بالنسبة للسي عدد موجب وبي عدد موجب ودي هنا سالب، هناك عدد إشارة ناقص. إذا عندما ننشر أ في زائد سي، إذا هنا موجب في موجب تبقى لدينا أ في سي، وأ في ناقص دي إذا هنا موجب في سالب نضع ناقص أ في دي، وهنا بي في سي موجب في موجب إذا زائد بي في سي. أما بالنسبة لزائد في ناقص يعطينا ناقص موجب في سالب سالب ب في د. إذن دائما يجب الانتباه للإشارة، الأخطاء التي يقع فيها التلميذ هو خطأ الإشارة. إذا كان لدينا هنا ناقص مع زائد ننتبه، عندما ننشر بأ فأ عدد موجب والسي عدد موجب لا نضع هنا ناقص، أما عندما نضرب أ في ناقص د هنا موجب في سالب يعطينا ناقص أ في ب. نفس الشيء بالنسبة لب عدد موجب في سي الذي هو موجب نضع زائد ب في سي، لكن زائد في ناقص د هنا نضع ناقص ب في د. إذن هذا بالنسبة للنشر العادي. أما بالنسبة للمتطابقات الهامة فهي عبارة عن نشر عادي كذلك، سوف نقوم بنفس الشيء الذي قمنا به هنا، لكن سوف نحصل في النهاية على متطابقة هامة، يعني سوف نحصل على أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان. إذا قمنا بالنشر والتبسيط نحصل في النهاية على أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان. إذا لا يهمنا كيف حصلنا عليها هنا، ما يهمنا هي طريقة استعمالها. أما من يريد أن طريقة الحصول على هذه فقط ينشر بأ في أ هي أ أس اثنان، أ في بي هي ناقص أ بي، وبي في أ هي زائد بأ، وبي في بي هي بي أس اثنان، وزائد أ بي مع ناقص أ بي نسجل بها يبقى لنا أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان في النهاية. نفس الشيء بالنسبة للمتطابقات العامتين الأولتين، إذا أردنا أن نحصل على هذه نحسب فقط ننشر أ ناقص بي عامل لأ ناقص بي بنفس الطريقة نحصل على النتيجة، هو أ زائد بي عامل لأ زائد بي. إذا قمنا بنشر هذه أ ناقص بي عامل لأ ناقص بي نحصل على النتيجة أ أس اثنان ناقص اثنان في أ في بي زائد بي أس اثنان. إذا كان لدينا ناقص يكون لدينا ناقص وفي الأخير زائد. لماذا زائد؟ لأن عندما ننشر ناقص بي في ناقص بي ناقص في ناقص يعطينا زائد، كأنه لدينا هنا ناقص ناقص بي في ناقص يعطينا زائد وليس ناقص. نفس الشيء بالنسبة للزائد مثل هذه المتطابقة، فقط هنا سوف يكون لدينا زائد زائد اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. إذا بالنسبة للمتطابقات الهامة لدينا ثلاث متطابقات، المتطابقة العامة الأولى، المتطابقة العامة الثانية، والمتطابقة الهامة الثالثة.
إذا يجب حفظ هذه المتطابقات الهامة وتطبيقها وليس النشر دائما من البداية. لا يجب أن نعيد دائما الطريقة العادية وننشر، إذا فقط نحفظها ونستعملها، ولكي نحفظها نجيب على تمارين، عدة تمارين، وسوف نحفظهم ولا ننسى المتطابقات العامة. أما بالنسبة للنشر العادي فقد شاهدنا كيف ننشر بطريقة العادية. لكي نفهم هذه القواعد سوف نقوم بإعطاء أمثلة بسيطة تسهل علينا الفهم مع الانتباه للأخطاء دائما التي نقولها كي لا تقع فيها. إذا لدينا أولا سوف نبدأ بالنشر العادي، مثلا 2 عامل لـ3 ناقص إكس، ماذا ستعطينا هذه؟ لأن هنا سوف ننشر بـ2، 2 في 3 ناقص 2 في إكس. لماذا وضعنا الناقص؟ لأنه زائد 2 في ناقص إكس ستعطينا ناقص 2 إكس، أو ببساطة إذا كان لدينا ناقص نضع ناقص، وإن كان لدينا زائد نضع زائد بكل بساطة. إذن هنا لحساب هذه ماذا ستعطينا؟ 2 في 3 تساوي 6 ناقص 2 إكس. إذن أمر الاتباع هنا 6 ناقص 2 إكس لا يمكن أن نحسبها لأنها حدود غير متشابهة، هذا الحد يوجد فيه إكس وهذا الحد ليس فيه إكس، ليس هناك إكس. إذن هناك من التلاميذ من يحسب 6 ناقص 2 إلى 4 ويقول 4 إكس، خطأ، لا يمكن حسابها لأن 6 ليس لديها عامل، ليس هناك عامل مشترك إكس كي نعمل به. إذن دائما في التبسيط نحسب حتى نحصل على عوامل مثل هذه 6 ناقص 2 إكس، يعني عوامل غير متشابهة، فلا نحسب العوامل غير متشابهة لأنه لا يمكن جمع 6 مع ناقص 2 إكس، أو جمع 2 إكس مع إكس أس 2 مثلا، أو جمع حدود غير متشابهة. إذن هنا لا يمكن أن نجمع 6 مع ناقص 2 إكس. نعطي مثال آخر، مثلا إذا كان لدينا إكس زائد 3 عامل لإكس ناقص 2. إذن في هذا المثال يجب أن ننتبه للإشارة دائما، سوف ننشر بإكس، سنحصل إكس في إكس كما قلنا، x في x، x في 2، 3 في x، 3 في ناقص 2، x في x. هنا قلنا x في ناقص 2 سوف نضع ناقص لأننا ضربنا في ناقص 2، إذا ناقص 2x زائد، هنا أن زائد 3 في زائد x موجب في موجب، إذا نضع زائد 3 في x التي تعطي 3x، و 3 في ناقص 2 بما أننا ضربنا 2 في ناقص 2 نضع 3 ناقص 3 في 2. تعطينا هنا x في x هي x أس 2 ناقص 2 x زائد 3 x. إذا لحساب هذه يجب الانتباه للأعداد العشرية النسبية، يعني لدينا ناقص 2 لدينا ناقص ل 2، لأن إشارة 2 هي عدد سالب، عندما نجمع عدد سالب زائد عدد موجب نأخذ إشارة الأبعد عن الصفر، يعني زائد لأن 3 أبعد عن الصفر، ونقص ونحسب فرق صفر مع الصفر، يعني الكبير ناقص الصغير، 3 ناقص 2 تعطينا 1 في x، يعني زائد 1 x، وزائد 1 في x هي x ببساطة. ناقص 3 في 2 تعطينا ناقص 6 لأن السالب في الموجب يعطينا سالب. في هذه الحالة كما قلنا لدينا x أس 2 مع x مع عدد ليس فيه x، هي حدود غير متشابهة لا يمكن أن نجمعها، فقط عندما نصل إلى هنا لا يمكن أن نحسب هذه العمليات. إذن هذا هو التبسيط. إذن بالنسبة للمثال الآخر الذي رأينا المتطابقات الهامة، إذن سوف نعطي مثال في المتطابقات الهامة، x ناقص 3 أس 2 على سبيل المثال. كيف نحسب هذه؟ نضع x أس 2 ولا نضع ناقص 3 أس 2 فقط، إذن هنا لا يمكن أن نقسم أس 2 على العملية لأن لدينا ناقص الضرب كما سترون في درس القوى، الضرب هو الذي يمكن أن نضع فيه x أس 2 في 3 أس 2 أو القسمة، ولكن زائد وناقص تعطينا متطابقة هامة. إذن هنا يجب أن نضع ناقص 2 في x في 3 زائد 3 أس 2، أعطينا x أس 2 ناقص 2 في x في 3. إذن هنا نسبق الضرب، لا يمكن أن أجمع 3 مع 3 أس 2، إذن يجب حساب الضرب. أولا 2 في 3 6 في x هي 6 x زائد 3 أس 2، يعني 3 في 3 تساوي 9. إذن هل يمكن أن نجمع هذه العملية؟ كما قلنا لا يمكن لأنه لدينا حدود غير متشابهة. بالنسبة للمتطابقة الهامة الأولى، إذن هذه المتطابقة الهامة الثانية، بالنسبة للمتطابقة الهامة الأولى قلنا x أس 2 x ناقص 3 أس 2 هي المتطابقة العامة الثانية، من المتطابقة العامة مثلا نأخذ 2 x زائد 3 أس 2. إذن في هذه الحالة يجب الانتباه، لدينا 2 x هو a و 3 هي b، إذن 2 x هي a. إذن ماذا قلنا؟ نضع
اكس اس 2، ا اس 2 هو الاول، ا اس 2 ما هو ا 2 اكس، اذا يجب وضع 2 اكس بين قوسين الكل اس 2 زائد 2 في ا في بي، ا هو 2 اكس، اذا 2 في ا، ا في هذه الحاله هو 2 اكس، في بي الذي هو 3 زائد 3 اس 2 او بي اس 2. اذا قلنا اذا كان لدينا ا زائد بي اس 2 نضع ا اس 2 زائد 2 في ا في بي زائد بي اس 2، ا هو 2 اكس وبي هو 3 تعطينا 2 اكس اس 2. هنا كما قلنا اذا كان لدينا ضرب نحسب فقط 2 اس 2 هي 4 في اكس اس 2، ولكن بالنسبه للجمع يجب حساب المستغرقه الهامه، زائد 2 في 2 4، 4 في 3 12 اكس زائد 3 اس 2 كما حسبنا هنا تساوي 3 في 3 اي 9. اذا يجب الانتباه هنا لهذه الاقواس، من لم يضع هذه الاقواس فالجواب خطا، يعني يجب وضع الاقواس كي نحسب 2 اس 2 تعطينا 4 واكس اس 2 تعطينا اكس اس 2 وليس 2 اكس اس 2 فقط. اذا هذا بالنسبه للنشر باستعمال المستغرقه الهامه الاولى والثانيه والنشر العادي. اما بالنسبه للمستغرقه الهامه الثالثه وهذه مستغرقه مهمه سوف نستعملها في درس الجدار المربع كما سوف تلاحظ في الفيديو حذف الجدار المربع من المقام، وترون انه نستعمل مستغرقه الهامه الثالثه مثلا اذا كان لدينا جدار مربع 2 زائد 3 عامل لجدار مربع 2 ناقص 3. إذا مثلا لحساب هذه المستغرقة العامة قلنا إذا كان لدينا أ زائد بي عامل لأ ناقص بي نحسب أ أس 2 ناقص بي أس 2، وأ في هذه الحالة هو جذر 2 يعني جذر 2 أس 2 ناقص بي الذي هو 3 ناقص 3 أس 2 تساوي جذر مربع، بالنسبة لجذر مربع مع أس 2 نحذف جذر مربع مع أس 2 نحصل على 2 ناقص 3 أس 2 أي 9. إذا مثلا نحذف جذر مربع مع أس 2 إذا كان العدد موجب، العدد الموجود داخل الجذر موجب، لأنه لا يمكن حساب الجدار المربع عدد سالب والنتيجة لا يمكن أن تكون سالبة بالنسبة للجدار المربع. هنا 2 ناقص 9 عندما نحسب عدد ناقص عدد أكبر منه يعطينا عدد سالب، و 2 ناقص 9 تساوي ناقص 7. إذا هذا بالنسبة للمستغرقة الهامة الثالثة. وبالنسبة لمن وصل إلى هذا الحد من الفيديو سوف نضيف حالة خاصة التي يقع فيها كثير من الأخطاء بالنسبة للتلاميذ، وهي عندما يكون لدينا 2x ناقص 3 عامل مثلا 4x زائد ليس زائد بل ناقص 5، إذن عندما يكون لدينا هنا ناقص، وعندما يكون لدينا ناقص في الأولى وناقص في الثانية، إذن بالنسبة لهذه الحالة يجب الانتباه للإشارة، إذن هنا نحسب 2x في 4x ننشر بال 2x في 4x، هذه ليست مستغرقة عامة لأن هنا 2 هنا 4 وهنا 3 5. ليس هناك نفس الأعداد، يعني سوف ننشر بالطريقة العادية، يعني 2x في 4x ثم 2x في ناقص 5 ثم ناقص 3 في 4x ثم ناقص 3 في 5. إذا قلنا 2x في 4x ثم 2x في ناقص 5 يعني سوف نقوم بوضع ناقص 2x في 5 ثم ناقص 3 ناقص 3 في 4x ثم ناقص 3 في ناقص 5. هنا ناقص في ناقص يعطينا زائد، إذا نرجو الانتباه لهذه، زائد 3 في 5. لماذا وضعنا هنا زائد؟ لأن ناقص في ناقص يعطينا زائد، إذا هذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من التلاميذ، يضعون هنا ناقص لأنهم يرون ناقص ويضعون ناقص، لا، هنا ناقص في ناقص يعطينا زائد. إذا إذا قمنا بالتبسيط نحسب 2x في 4x، هنا كيف نحسب؟ نحسب 2 في 4 تساوي 8 و x في x تعطينا x أس 2 وليس x، ناقص 2 في x في 5 يعني 2 في 5 هي 10 x، هنا وضعنا x لأنه يوجد لدينا x واحد فقط وليس x في x كي يعطينا x أس 2 مثل الأولى، ناقص هنا 3 في 4 يعني 12 x وزائد 3 في 5 تساوي زائد 15. إذا في هذه الحالة كما قلنا نجمع الحدود المتشابهة التي يوجد فيها x مع x مثل هذه أو x أس 2 مع x أس 2 أو العدد الذي ليس له فيه x، إذا هنا 8 x أس 2 ليس هناك حد آخر في x أس 2، إذا يكفي أن نجمع هذه الحدين التي يوجد فيهما نفس العامل المشترك الذي هو x، إذا ناقص 10 ناقص 12 x ناقص 10 x ناقص 12 x، إذا قمنا بالتعمير ب x نحصل على ناقص 10 ناقص 12، وكي نحسب هذه نحتفظ بالإشارة لأنه لحساب مجموع عدد عشرين نسبيين لهما نفس الإشارة، نحتفظ بالإشارة ونجمع المسافتين عن الصفر، 10 زائد 12 هي 22 x، وبالنسبة لي هنا زائد 15 نكسب زائد 15. إذا بالنسبة لهذه الحدود غير متشابهة لا يمكن أن نجمع بينها.
يعني كما تلاحظون هناك أخطاء كثيرة يمكن أن يقع فيها الكثير من التلاميذ، يجب الانتباه إليها. ومراجعة درس الأعداد العشرية النسبية لأنه مهم في التبسيط. وما لدي مشكل في بالنسبة لتعميل المتطابقات العامة، فهناك فيديو آخر أشرح فيه التعميل باستعمال المتطابقات العامة، هناك فيديوهات أخرى أشرح فيها باقي الدروس، أرجو مشاهدتها لمن لم يفهم باقي الدروس. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو ووضع تعليقاتكم ومراحلتكم، وشكرا.